احترام سياده الدول مبدا لا تحيد عنه مصر في سياساتها الخارجيه من هذا المنطلق جاء الموقف المصري منذ اليوم الاول لاندلاع الازمه السودانيه حيث اكدت القاهره ضروره عدم تدخل اي اطراف خارجيه في الازمه وجاءت استضافه مصر لقمه دول جوار السودان في يوليو الماضي للتاكيد على ضروره تحقيق الاستقرار داخل السودان والمحيط الافريقي الذي يعد احد اهم مرتكزات الامن القومي المصري احترام سياده السودان والتاكيد على عدم تدخل اي اطراف خارجيه في الازمه هدف تسعى اليه مصر منذ اليوم الاول لاندلاع الازمه ازمه تجلى فيها تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على ضروره اتخاذ خطوات جاده لحل الازمه وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنب الاثار السلبيه التي يتعرض لها والحفاظ على الدوله السودانيه ومقدراتها جاءت استضافه مثل قمه دول جوار السودان في يوليو للتاكيد على ضروره تحقيق الاستقرار والامن داخل السودان والمحيط الافريقي والذي يعد احد اهم مرتكزات الامن القومي المصري حيث تمتلك مصر رؤيه كامله ومتكامله لحل الازمه السودانيه وتاتي التحركات المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها من اكثر الدول المعنيه بايجاد حل للازمه وتغليب لغه الحوار وايجاد توافق وطني على حساب المواجهه العسكريه، فالدور المصري بقياده الرئيس السيسي تجاه الاوضاع الراهنه في السودان يحظى باهتمام كبير من مختلف الاوساط السياسيه الاقليميه والعربيه والافريقيه والدوليه، وتتحرك مصر في هذا الاطار وفق استراتيجيتها الواضحه في كافه القضايا لضروره ايجاد حل سلمي للقضايا العالقه مع الحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدوله السودانيه وايجاد حل سوداني سوداني وايجاد تسويه سياسيه شامله وعادله. هذا وقد اصبح لمصر دورها بالمحيط الاقليمي الذي يتمتع بالصلابه والقوه في اداره ازمات وتحديات المنطقه وتوحيد الرؤيه المصريه المتوازنه الحياديه التي تقف امام كافه القضايا على مسافه واحده مراعيه حقوق كل الشعوب في الاستقرار والشعور بالامن والسلم